لماذا منع التحالف قيادات الانتقال من العودة إلى عدن؟ ما دلالات التصعيد وما هو موقف الانتقال ورد فعله؟ هل وصلت العلاقة بين السعودية والانتقال لمرحلة المواجهة؟ أهلا بكم. اتهم المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا قيادة التحالف العربي بمنع قيادات للمجلس من العودة إلى عدن. جاء ذلك عقب قيام السلطة الأردنية بإبلاغ أعضاء الانتقال بأن قيادة التحالف رفضت منح الطائرة تصريحا للهبوط، خطوة وصفها أعضاء في الانتقال بغير المنهجية وغير المفهومة. رياح تعصف باتفاق الرياض وتحمل معها تحولا جديدا في العاصمة المؤقتة في ظل الدعم المستمر من قبل أبوظبي للانتقال. فهل تتحرر السعودية من القرار الإماراتي وتمارس ضغوطها على الانتقال لإلزامه بتنفيذ اتفاق الرياض؟ في مكان رئيس وأعضاء وحدة الشؤون المفاوضات وفريق المجلس للانتقال الجنوبي في اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض، معركة ناعمة تدور بين المجلس الانتقالي والسعودية. السعودية تمنع قيادات في المجلس من العودة إلى عدن برئاسة الدكتور ناصر الخبقي والأستاذ عبد الرحمن شيخ والأستاذ أنيس الشرفي، وكذلك مدير أمن العاصمة عدن اللواء شلال علي شايع، ومعهم الناشط الإعلامي ورئيس تحرير صحيفة عدن 24 الأستاذ مختار اليافعي، عائدون إلى أرض الوطن لممارسة مهامهم الوطنية من داخل الوطن. فوجئوا بإقدام جهات الاختصاص في مطار الملكة علياء الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على إبلاغهم بأن قيادة التحالف العربي رفضت منح الطائرة التي سوف تقلهم إلى العاصمة عدن تصريح الهبوط، مؤكدة بأن هناك تعميم من قبل التحالف العربي. حادثة تعيد الصراع إلى الواجهة في ظل ملابسة كثيرة تحيط بملف اتفاق الرياض. بحسب مصادر مطلعة، فإن اتفاقا ضمنيا بين السعوديين والإماراتيين قضى بمنع عودة عدد من الشخصيات التابعة للانتقالي والحكومة إلى الداخل لتوفير الأرضية الملائمة لتنفيذ اتفاق الرياض، إلا أن المجلس الانتقالي يرى في إعاقة فريقه التفاوضي من العودة إلى عدن استهدافا له، ليظهر بعض مسؤوليه وأنصاره بخطاب تهديدي يحذر التحالف من تداعيات هذه الخطوة دون إبداء أي توضيحات. حاولت الخارجية السعودية معالجة الموضوع داعية في بيان لها طرفي الاتفاق للعمل معا لحل الخلافات والتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق بعيدا عن المهاترات الإعلامية، إشارة واضحة إلى أن الأمور تمضي في طريق لا عودة وأن الرياض قد تبدي سياسة خشنة تجاه التلاعب في اتفاق الرياض. لكن لا أحد يعول على أن هذا الإجراء قد يجبر الانتقالي على العودة إلى الطريق الصحيح، فالمجلس ومن خلفه أبوظبي قد يدفعان إلى تصعيد عسكري، وهو ما يؤكد عليه مراقبون، خصوصا مع استحداث الانتقالي لواء عسكريا في أبين في مخالفة واضحة للاتفاق. في المحصلة الإجمالية يقول البعض إن يمنع مسؤول الانتقالي من العودة لعدن فقد منع قبلهم الرئيس هادي لتصبح الصورة أكثر وضوحا، فهذه البلاد لم تعد بيد أحد من أبنائها. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الإعلامي صلاح بابكي وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة عبر الهاتف. وبداية مساء الخير أستاذ صلاح. مساء النور، أهلا وسهلا بك أستاذ صلاح. كيف تتابع منع السعودية لوفد من قيادة الانتقال من العودة إلى عدن؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذة آسيا وللمشاهدين الكرام. يعني في الحقيقة ما يحدث هو مؤشر على احتقان موجود في المشهد السياسي في المحافظات الجنوبية، وبالتأكيد ما ربما قلناه سوية وعند توقيع اتفاق الرياض أنه اتفاق مع ميليشيا هي تهدف إلى أن تمكن لنفسها وتسيطر على الأرض اليمنية، وأنها دائما أهدافها وطموحها هو الاستيلاء على مناطق أخرى، يعني يجعل حظوظ نجاحي اتفاق سياسي دائما ضعيفة. الآن السعودية وجدت نفسها في
في صدام مع هذه الميليشيات، لا تلتزم بتنفيذ الاتفاقيات، وقع اتفاق الرياض ثم وقع اتفاق تنفيذ اتفاق الرياض، ومع ذلك هناك تلكؤ، هناك رغبة للسير بالمشهد إلى جهات أخرى. يعني في 4 مارس نزار هيثم الذي ظهر ممتشقا يعني سلاحه ولابسا بزته العسكرية، كان يقول بوضوح أنه نحن اجتمعنا مع أحمد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية وجاهزون لكل الخيارات، خاصة أنه بتنا قاب قوسين أو أدنى من استعادة دولتنا كما يقول. يعني مثل هذا التصريح وأنت في موقع على اتفاق يهدف إلى تحقيق سلام في البلاد ويهدف إلى تعزيز الوضع الموجود ووحدة الصف من أجل مواجهة المتمردين في صنعاء، أنت الآن تعرف بنفسك أنك متمرد آخر في عدن. السعودية يبدو أنها في ورطة مع هذا المجلس ولذلك اتخذت هذا القرار. يقال بأن أيضا هذا المنع يشمل قيادات في الشرعية، هل تعتقد أن السعودية يعني تتخذ خطوات جدية هذه المرة في تحريك اتفاق الرياض إلى الأمام؟ حقيقة لا يوجد ما يشي بأن هناك جدية في تنفيذ هذا الاتفاق، لأنه يبدو أن السعودية منشغلة بأمر آخر عن المشهد. حتى البيان في اليمن اللي أصدرته، حتى البيان يعني أنت أمام طرف لبس لباسا عسكريا وحرض الجمهور بشكل واضح يعني ضد التحالف وضد الشرعية، وأنه نحن جاهزين لكل الخيارات، ثم يأتي البيان ويقول كيف أتى التحريض؟ ألم يقول نأمل من هو قال ضبط النفس؟ نعم. ولكن ماذا يعني أن يكون الصورة كلها صورة حرب؟ كما يقال الصوت صوت بطة ثم المخرج لابد أن يكون بطة. يعني هو قال كل شيء بخصوص الحرب ثم ختم وقال يعني ندعو لضبط النفس. لذلك كان يفترض من البيان أن يقول لنا ويقول للمواطنين، أولا المواطنين اليمنيين، لماذا السعودية منعت فعلا قيادات الانتقال للعودة. أنا أولا يعني وبكل صراحة ضد منع أي مواطن يمني من العودة إلى بلاده، هذا ممنوع تماما. ولكن في الحقيقة هؤلاء الذين يتباكون الآن ويحاولون أن يتاجروا بهذا الأمر هم أنفسهم من منعوا الدولة كلها أن تعود إلى عدن، ومنعوا شخصيات شاركت في تحرير عدن من العودة إلى البلاد. هل شعر الآن الانتقالي ومجلس عيدروس أنه بحجم القسوة حين يمنع مواطن للعودة إلى أرضه وبلاده؟ في الحقيقة ما يحدث هو في هذا السياق أنه الجميع أصبح يعني يعاني من أطراف تسيطر على البلاد، والجميع أصبح يمنع الآن من العودة إلى اليمن. إذن ما هو الحل؟ هل تحريض الشعب؟ هل العودة إلى سياسات ومنهج عفوا؟ قبل هذه النقطة أن نسأل فقط عن الحل، يعني دعنا نتساءل ما هي قيمة هذا المنع لقيادات السياسية؟ ألا يفترض بأن يكون هناك الحزم أكثر على القيادات العسكرية بسحب اعتادها وبتنفيذ اتفاق الرياض على الأرض، عوضا نعم. عن اللف بمنع قيادات سياسية؟ نعم. ولذلك أنا قلت لك أنا لا أشاهد جدية في محاولة تنفيذ هذا الاتفاق، لأنه مثل هذا القرار الآن أكسب الانتقال فرصة لأن يوجه يعني مزايدة عند الشارع الجنوبي، وأنه نحن نرفض هذه السياسات حتى لو أتت من السعودية، اللي حتى الإمارات الآن تقول عن طريق قرقاش قبل ساعة من الآن أنها مع الجهد السعودي في تنفيذ اتفاق الرياض. فجاء الانتقالي ويحاول أن يوجه خطابا عنتريا، والأمر الذي كنت أريد أن أقوله قبل هذا السؤال أنه يعني هناك عودة إلى منهج ما قبل الوحدة أصلا، يعني المنهج الحزب الشمولي الذي كان دائما ما يشتم مثلا السعودية وحتى الخليج بشكل عام، وأنه هذه أنظمة رجعية وشمولية وعلينا أن نسعى إلى إسقاطها ونحو ذلك. فهذه الخطابات يبدو أنه خطاب نزار هيثم وكأنه يأتي في ذات السياق، يعني محاولة العودة إلى هذا النمط من السياسات، بينما المواطن اليمني الذي هو في ورطة الآن من جهة الحوثي ومن جهة غياب الأمن في المحافظات الجنوبية، يستوجب أن يكون تعامل الأطراف السياسية تعامل مسؤول، تعامل رجال دولة يحققون مصالح الناس بدون اللجوء إلى العنتريات. يعني أنت حين تلبس لباسا عسكريا بهذه الطريقة، وحين يجتمع أحمد بن بريك ويتحدث عن
عن مناقشة كافة الخيارات، ما الذي سوف تفعله؟ يعني ما الذي سوف تقوم به؟ هل ستقوم بصناعة طائرات مسيرة وتقصد بها السعودية وتقصد بها مناطق في مأرب وغير ذلك؟ يعني هل تريدون إعادة ما يفعله الحوثيون بحيث أنه يتم حصار عدن كما تم حصار صنعاء؟ لا بد أن يعرف الإنسان حجمه بشكل حقيقي. دعني أنقل سؤالك هذا أستاذ صلاح لضيفنا عبر الهاتف الدكتور علي الخلاقي المحلل السياسي من عدن. مساء الخير دكتور علي. يا مساء النور، مرحبا. نعم، يعلق الأستاذ صلاح ضيفنا هنا في الاستوديو حول ما ظهر به نزار هيثم متحدثا أولا ببدلة عسكرية ومتحدثا عن أنهم سيستخدمون كافة الخيارات ودعا أيضا لضبط النفس. ما هي هذه الخيارات برأيك؟ ما الذي يمكن أن يقوم به المجلس الانتقالي؟ تصريح الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي كان واضحا ويتماهى مع موقف المجلس الانتقالي الجنوبي كحليف استراتيجي للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وما تفضل به ضيفكم سمعت بعضا منه وكأنه يستجر الماضي الذي انتهى بنهاية الاتحاد السوفيتي وبنهاية التوجه الاشتراكي الذي كان سائدا وكان قائما على القطبية العالمية بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب. نحن الآن في وضع جديد، والمجلس الانتقالي الجنوبي يدرك تماما أنه أصبح جزءا في العملية السياسية وفي جبهة مواجهة الحوثي ومواجهة الجماعات الإرهابية، وهذا ما تدركه أيضا قيادة التحالف العربي والمملكة العربية السعودية الذي اتضح في بيان وزارة خارجيتها من أنها تتعامل أيضا مع المجلس الانتقالي الجنوبي ومع الشرعية وتسعى لتطبيق اتفاق الرياض. لا أدري لماذا يجتهد يكثرون وكأن هناك سوء علاقة بين المجلس الانتقالي وبين السعودية، أو أن ألا توجد سوء علاقة أستاذ الدكتور علي؟ يعني ظهور نزار هيثم ببدلة عسكرية، اللغة يعني الحادة في الرفض لما حدث من قبل السعودية. من حق المجلس الانتقالي أن يرفض عودة قياداته التي واجهت الحوثي وصنعت الانتصار، لكن هذا الظهور ليس تهديدا للسعودية ولا تهديدا للتحالف العربي، وإنما يعني أن المجلس الانتقالي كمفوض من قبل شعب الجنوب له قضيته العادلة وله قياداته التي فوضها للتوقيع على اتفاقية الرياض التي التزم بها المجلس الانتقالي الجنوبي، وكان الأحرى بقيادة السلطة الشرعية أن تسحب تلك الجيوش التي اتجهت إلى شبوة وإلى أبين وهي ضمن أولويات بنود اتفاق الرياض لمواجهة الحوثي الذي يحقق انتصارات في ظل تخاذل ما يسمى الجيش الشرعية. وبدلا من أن يتجه نائب الرئيس علي محسن الأحمر إلى تعزيز جبهة المواجهة، نراه يتجه إلى وادي حضرموت وكأنما يتفقد مصالحه في الشركات النفطية. نعم، اسمح لي دكتور علي أن أنقل نعم أنقل إليك أستاذ صلاح بداية حديث الدكتور علي بأن من حق الانتقالي أن يعبر عن موقفه لفرض السعودية هذا الرفض لعودة القيادات السياسية، وكذلك أيضا بأن الشرعية لم تلتزم باتفاق الرياض وذهبت نحو التصعيد العسكري. هو من حقه أن ينتقد ويتحفظ، كما أننا نشاركه هذا التحفظ برفض عودة هؤلاء ورفض عودة أيضا الشخصيات الجنوبية الأخرى الذي منعهم المجلس الانتقالي من العودة. هناك حالة منع مشتركة من كل الأطراف، لكن المرفوض هو المبالغة الأفورة، المحاولة يعني الظهور بعنترية أمام الجمهور ومحاولة يعني رفع الخطاب بشكل مرتفع. يعني هاني بن بريك يتحدث أنه أي تمادي في الخطأ
سوف يؤدي إلى انتكاسات غير محمودة العواقب. خطاب تهديدي، وأنت ربما تتذكري حين جرت الأحداث في يناير وطرد الحكومة من عدن، أيضا هاني بن بريك ظهر في خطبة العيد وهو يهدد ويتوعد السعودية، وأنا يعني أريد أن أفهم ما هي الأرضية التي ينطلق منها هاني بن بريك ليكون بمثل هذه الجرأة يعني في مخاطبة الجوار الإقليمي ومخاطبة الشرعية بهذه الطريقة؟ يعني لماذا يتصرف وكأنه يعني شخصية من الشخصيات العابرة للحدود، يعني حتى يذهب إلى ليبيا يريد أن يذهب ويقاتل خصوم حفتر؟ هناك شيء غريب في خطاب هذه الجماعة، ونحن كمواطنين يمنيين ومواطنين في المحافظات الجنوبية بحيث لا أحد يزايد علينا، نحن نشعر بالقلق حقيقة أن هذه الجماعة تتصرف بطريقة ميليشياوية، لا يوجد أي سمة من سمات رجال الدولة في خطاب قادتها، ولذلك شبوة المنطقة الجنوبية رفضت هذا المشروع، لذلك حضرموت المحافظة الجنوبية رفضت هذا المشروع، سقطرة والمهرة كذلك. ففي الحقيقة يعني أن يكون هذا الاستمرار في هذه الخطابات غير المسؤولة، هذا سوف يضرنا كمواطنين يمنيين. نعم. المفروض الآن أن يعودوا إلى تنفيذ اتفاق الرياض. يا رجل أنت وقعت على هذه أنت وقعت نفذ، لا تسوق أحلاما. نعم. على الناس. ولكن للأسف الشديد هناك اتهامات متبادلة بالعرقلة. دكتور علي، يعني برأيك اتفاق الرياض احتوى على لجنة إشرافية مكونة من السعودية لتشرف على تنفيذ بنود الاتفاق، يعني أكثر من 4 أشهر وهذا الاتفاق متعثر، برأيك لما لم تظهر اللجنة الإشرافية لتوضح للناس من قام بتعثر أو بعدم تنفيذ هذه البنود؟ السؤال يفترض أن يوجه إلى اللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق، لكن في تقديرنا أن ما تم من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي قد التزم بما يخصه من تنفيذ الاتفاق. يجب أن نعرف أن قوات المقاومة الجنوبية والقوات المجلس الانتقالي هي الآن تواجه قوات الحوثي في الجبهات الساخنة في الضالع وفي الصبيحة وفي يافع، وكان الأحرى بقوة القوات السلطة الشرعية أن تكون أيضا في الجبهة المواجهة للحوثيين، لا أن تتجه لتصعيد الوضع في المحافظات الجنوبية المحررة وتتناسى مهمة الرئيسية التي جاءت ضمن أولويات بنود اتفاق الرياض. وأعتقد أن المملكة العربية السعودية كقائدة للتحالف العربي قد كانت واضحة في بيان وزارة خارجيتها، فكما يقال رب ضارة نافعة، ولعل ما حدث في هذه الأزمة الأخيرة تحريك للمياه الآسنة الآن. نعم. وإعادة الأمور إلى نصابها بتحريك اتفاق الرياض وتنفيذ. هل تعتقد أنه ما زال هناك فرصة وزارة الخارجية؟ هل تعتقد بأنه ما زال هناك فرصة لتنفيذ اتفاق الرياض أم أنه أصبح في حكم الفاشل؟ بالطبع فرصة ممكنة، خاصة وأن التحالف العربي وقيادة المملكة العربية السعودية تمتلك كل الأدوات التي تمكنها من تنفيذ الاتفاق إذا ما تم الالتزام بكل تفاصيله وأولوياته، فهذا هو لمصلحة الشعب اليمني ولمصلحة توحيد الجبهة المواجهة للخطر الحوثي الذي استغل هذه الأزمة المفتعلة وحقق انتصارات كما رأينا في نهم وفي الجوف، وما زال يتمنى أن يستمر هذا الوضع في المحافظات الجنوبية وتتجه تلك القوات التي يفترض أن تكون في مواجهته إلى تأزيم الوضع في المحافظات الجنوبية، وهذا ما أعتقد أنه لن يقبل به التحالف العربي ولا قيادة المملكة العربية السعودية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور علي الخلاقي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. إذن برأيك هل تتفق مع مطرح دكتور علي بأن هناك إمكانية لتنفيذ اتفاق الرياض، وربما هذه الخطوة الأخيرة يمكن قراءتها من زاوية أخرى بأنها قد تكون إيجابية لتحريك المياه الراكدة؟ يعني أنا كان بودي أن يكون يبقى معنا الدكتور علي، لأني أريد أسأله ما هو المفهوم لتنفيذ اتفاق الرياض كما يظنه هو، لأنه في الحقيقة
مجلس عيدروس يعتبر أنه اتفاق الرياض ربما شيئا مختلفا عما تنظر إليه السعودية التي كانت راعية للاتفاق والحكومة الشرعية الموجودة، وهذا ربما الأيام هي من ستثبت. وهذا الكلام اللي قلناه من البداية أنه النوايا مختلفة، الشرعية وتقول أنه هذا الاتفاق من أجل حفظ الأمن، من أجل المضي قدما في طرد الانقلاب الحوثي وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بينما الانتقال يسوق لأنصاره أنه هذا التوقيع يعني وكأنه أصبح الانتقالي عضو في مجلس الأمن، يعني دائما يتكلم نحن طرف رئيسي في اتفاق الرياض. هذا اتفاق الرياض يعني من أجل مصالحة بين طرفين يعني كان بينهم مشكلة عسكرية، من أجل الرجوع من جديد إلى صياغة سياسية ودستورية للمضي في إدارة البلاد، بينما هم ينظرون لا أنه والله نحن هذا الاتفاق شرعا وجودنا ومكننا الآن من الدخول إلى قضية استعادة الدولة كما يسموها. فقضية تنفيذ اتفاق الرياض هنا سوف تكون مشكلة، وأنا هنا أستغرب يعني لماذا قادة الانتقالي هؤلاء الذين السعودية رفضت منحهم تصريح عبور للعودة إلى عدن، لماذا سافروا من عمان ولم يسافروا من أبوظبي؟ يعني يبدو أنه الإمارات تركت لهم المجال يذهبوا للأردن ويحرج السعودية حين يأتون إلى اليمن. كان مفترض الإمارات وهي راعية أيضا في الاتفاق يعني كما أن السلطات السعودية يعني كان لها يد على الشرعية أنها تمنع وصول شخصيات معينة إلى عدن، كان على الإمارات أن توقف أيضا هذه العناصر دون هذه البلبلة التي صنعوها في المشهد. لكن هل المطلوب الآن لأنه الشعب في المحافظات الجنوبية أصبح ينظر شزرا لهذا المجلس صار هذا المشهد من أجل إعادة بريق، إعادة رفع أسهم مثلا؟ هنا سؤال أيضا، لأنه واضح أنه هذا المجلس إذا جعلناه يتحرك سياسيا سيفشل، لأنه ليس هو مقنعا، ليس لديه مشروعا، ليس لديه أي خدمات يقدمها للمواطنين. لكن كيف أنت تعطيه فرصة لأن يتحرك ويكسب شعبية جديدة؟ جعله في الواجهة واجعلهم يلبسون ملابس بهذه الطريقة ويرفعون شعارات عنترية يجتمع إليهم الناس الذين هم في الحقيقة، وأنا أقولها بكل ألم، الناس تريد مخرج، تريد استقرارا في البلاد. لا يمكن أن تتحول عدن إلى أبد الدهر كقرية رغم أنها هي عاصمة وعاصمة لها إرث يعني مدني وحضاري. للأسف الشديد الوضع عند المواطنين أصبح يجعلهم يبحثون عن أي خيارات، وهذا هو الخطر بعد ذلك على المنطقة بشكل عام. حين يفقد الناس الأمل في حلول سياسية ربما ينفجر الوضع على الجميع. علينا إن كنا فعلا نريد أن نلتزم بتنفيذ اتفاق الرياض وقبله تنفيذ الاتفاقات السياسية التي عقدها اليمنيون، علينا أن نضع أيدينا على الجرح وأن نلزم الأطراف التي أخطأت أن تتوقف عن هذا الخطأ. كيف أنت سوف تطبق اتفاق الرياض وأنت تشكل لواء في أبين؟ يعني ما هو المقصود من ذلك؟ قرأت مرة في عدن الغد أحد الكتاب الجنوبيين يقول يعني المفترض قيادة التفاوض في المجلس الانتقالي أن تتغير كلها، يعني لأنها لا تتصرف تصرف من يريد تحقيق الاستقرار، وإنما وكأنها تريد أن تشكل ميليشيا جديدة من أجل الحرب، حرب أخرى في البلاد. نعم، إذن هناك أيضا ظهرت أصوات ناقدة ضد السعودية، وكذلك قبل فترة خرج أنصار الانتقالي بمظاهرات ضد السعودية. هل تعتقد أن ذلك يتم بإعاز من الإمارات؟ وهذه قلتها لك أستاذة آسيا، يعني هناك خطاب مرتفع ضد السعودية، هل هو اجترار لما كان يجري أيام الحزب الشمولي الذي كان ينظر بعداوة جدا إلى الرياض؟ هنا سؤال، وهذا الأمر ما هو فائدته بعد ذلك؟ يعني ما هو الفائدة للمواطن الجنوبي حينما يتم الحديث بهذه الطريقة على السعودية وعلى غيرها؟ هناك مشكلة وقع المجلس الانتقالي الممثل للميليشيات التي تريد يعني استعادة الدولة كما يقولون، وقعوا على اتفاق سياسي عليهم أن يشرحوه لأنصارهم أولاً، بدلا من تحميل هذا الطرف أو ذاك مسؤولية التأخير تنفيذ الاتفاق. اشرحوه لأفرادكم وقولوا لهم ترى هذا الاتفاق لا يوجد في أي بند من بنوده أننا سوف نقيم دولة،
هو فقط من أجل وقف الحرب وأن يكون هناك صفا وطنيا ضد الحوثيين. بعد ذلك سوف يكون لدينا إقليم في عدن وإقليم في حضرموت، يكون هناك حراك سياسي من نوع آخر تترجم فيه مطالب الشعبية الجنوبية، أوكي، لكن أن تخبر شعبك وحاضنتك أن والله نحن وقعنا من أجل أن نكون طرفا ينفذ قرارا ما بانفصال أو تقسيم أو نحو ذلك، فهذا الأمر يعني في الحقيقة ضحك على الذقون. وأيضا محاولة لاستلاب شعبية غير موجودة، يعني المحافظات الشرقية كلها هذه ليست مع المجلس الانتقالي، إن كانت هناك نسبة وتناسب فالانتقالي لا يمثل الآن إلا المثلث الذي يعني لا يتجاوز 20%. نعم، ألا تجد أنها خلال هذه الفترة الطويلة أستاذ صلاح أن السعودية تنصرت عن مهامها إزاء الاتفاق وتركته يمضي دون تنفيذ، دون تحديد من المعرقل؟ يعني ربما تحدثنا عن ذلك أكثر من مرة، خصوصا حين تحدث تلك الاشتباكات أو تلك التصعيد أو ذلك التصعيد الإعلامي، نتساءل أين هي السعودية؟ أين اللجنة الإشرافية؟ لماذا تترك الحبل على الغارب بهذا الشكل؟ ما هو تفسيره؟ هو للأسف السعودية اضطرت أن تتحول من الطرف الداعم للشرعية، القائد للتحالف، تحالف استعادة الشرعية في اليمن، إلى أن تكون وسيط، وهذه مشكلة. الوسيط دائما يحاول أن يكون في منتصف المكان بين الأطراف، وهذا دائما هو سبب مشكلاتنا. حتى اليمنيين يعني أصبحوا يتضايقون من دور الأمم المتحدة نفسها، إنها دائما ما تمكن للحوثيين أن يستطيلوا على الشرعية لأنها تتخذ دور الوسيط بين الأطراف. حتى اليوم كان مندوب اليمن في مجلس الأمن يتحدث أنه لا بد أن لا نقفز على مسببات الأزمة في البلاد. القفز دائما ودعوة كل الأطراف إلى تنفيذ الاتفاق بهذه اللغة العائمة يجعلنا لا نكتشف الأخطاء ونكتشف من الذي يعرقل فعلا. يعني الشرعية في الحقيقة حين يتحدثون أنه والله هي من تعرقل، الشرعية وجودها أصبح ضعيف أساسا في عدن. أنتم من تسيطرون على عدن، يعني ميليشيات وألوية جديدة تشكل وكذا، يعني المشكلة عندكم. القوات السعودية حينما أتت من أجل استلام وتسليم في عدن منع الانتقال دخول القوات السعودية ومعها قوات الشرعية. إذن من هو صاحب القوة الذي يرفض تنفيذ الاتفاق؟ هنا السؤال، وهنا الذي لا بد أن نؤكد ونضع اليد على من يعرقل الاتفاق بشكل كامل حتى نتجاوز إلى المرحلة القادمة. أما إذا كنا نريد فقط أن نكون في المنتصف والانتقال يصعد ويصعد فسوف تنفجر الأمور في النهاية. هذا الانفجار ومحاولة يعني الانتقال إنه والله أنا ممكن ألعب لعبة الحوثي وأسيطر على عدن، في النهاية إذا سيطرت على عدن لن تستطيع أن تسيطر على مناطق أخرى هي كلها ترفضك. يعني هل المطلوب أن تبقى اليمن بهذه الفوضى؟ طب هذه الفوضى هل هي لمصلحة الممرات المائية ومصلحة الأمن السعودي؟ يعني هناك ظرف دقيق للأسف الشديد، ومع ذلك هناك أطراف تريد لليمن أن تغرق في الفوضى، ربما لأنها تحلم أنها ربما تستفيد من هذه الفوضى لتنفيذ أجنداتها من احتلال الموانئ ونحو ذلك. نعم، إذن موقف الشرعية من هذا كله، يعني ربما هي يعني رحبت بالبيان الذي صدر من السعودية وقالت أنها بصدد يعني الاتفاق في المضي لتنفيذ اتفاق الرياض، كيف تقيمه؟ نعم، الشرعية نظرت لبيان الرياض أنه هو داعم لاتفاق الرياض وتنفيذه، ولذلك وجدت نفسها أنها يعني هي من نفذت مجمل الشروط وقاعد تسلم رواتب، ورئيس الحكومة وصل عدن ثم رجع بعدما تم تضييقه ومنع عودة وزرائه، فهي ترى أنه هذا البيان لصالحها لأنه يضغط على الطرف الذي يعرقل الاتفاق. وهذا دائما يعني استراتيجية الشرعية، أنه أنا دعني أكون مع السعودية ثم سوف تتحقق مطالبي. وربما أيضا هم يفكرون أنه نحن أخبرناكم أيها السعوديون أنه هذا الطرف لن يلتزم، نحن معكم ولكن انظروا إلى هذا الطرف الذي الآن يصعد ضدكم ونحو ذلك. لكن الخطر أن الشرعية يعني بهذا الاتكال الدائم أنها تكون تحت المظلة الرياض يفقدها أحيانا الشعور أنه الأرض في عدن وغيرها سوف تذهب منكم بهذه الطريقة، فلا بد أن يكون هناك إجراءات على الأرض
تضمن أن يكون هناك استعادة لهذه المدينة اللي هي عاصمة كل اليمنيين من أحضان هذه الميليشيا اللي ربما يعني تحاول أن تصنع فوضى أكثر من أجل أن تبقى. الاستقرار سيجعلها تخرج من المشهد، لكن الفوضى هي التي ستجعلها يعني تبقى. اسمح لنا أن ينضم معنا مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام عبر الهاتف من مسقط. مساء الخير أستاذ مختار. اهلا وسهلا، مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام وضيفك الكرام جميعا. اهلا بك استاذ مختار، كيف تفسر التصعيد الذي ظهر بها ناطق الانتقالي واللغه التهديديه ايضا وظهوره بالبزه العسكريه ضد السعوديه والتي منعت قياده من قيادات الانتقالي للعوده الى عدن؟ انا اعتقد ان الخطاب او البيان الذي اعلنه ما يسمى بالمتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي هو دليل واضح إضافي على أن العلاقة بين الانتقالي وبين التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في مرحلة حساسة وفي مرحلة خطيرة جدا، خصوصا بعد أن قام الانتقالي قبل شهرين بسحب كافة أفراده من اللجان سواء الميدانية أو المتواجدة في الرياض لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض، وأيضا التباطؤ وعدم تنفيذ أي نقطة من نقاط اتفاق الرياض سواء الشقي الأمني وكذلك الشق الآخر، لم يتم تنفيذ أي شيء. بالتالي يبدو أن المملكة العربية السعودية وصلت إلى نتيجة مفادها أن الانتقالي ليس جاد في تنفيذ الاتفاق، الانتقالي يماطل، الانتقالي يبحث عن تصعيد، الانتقالي يبحث عن مخرج من المأزق الذي وضع نفسه بنفسه حين وقع على اتفاق الرياض، وهو لم يكن لديه استعداد كامل للتنفيذ والتخلي عن الميليشيات وعن العصابات وعن المجموعات المسلحة والتشكيلات المسلحة المنفلتة التابعة له سواء في عدن أو المناطق الأخرى. بالتالي أنا أعتقد أن هذا الإجراء هو إجراء طبيعي جدا من قبل المملكة العربية السعودية بعد أن وصلت إلى مفترق طرق، إما أن يتم الضغط على الانتقالي لتنفيذ الاتفاق أو فإن سمعة المملكة العربية السعودية أنا أعتقد أنها سوف تصاب بكثير من الإشكاليات و سوف تمثل هذه إساءة بالغة من قبل الانتقالي للمملكة العربية السعودية. نعم، إذن يعني كل هذه المماطلة والعرقلة برأيك أستاذ مختار، لماذا لم تضغط السعودية بجدية على الطرف المعرقل وإظهاره أيضا يعني حتى الآن 4 أشهر وهي تتساهل دون تحديد من هو المعرقل دون الضغط الجدي والفعلي عليه؟ المملكة تحاول أن لا تصطدم مع الميليشيات الانتقالي، لأننا نعرف جميعا أن من وراء المجلس الانتقالي هي دولة الإمارات، وهي لا تريد أن تدخل بإشكالية مع الإمارات ولا مع أدواتها الميدانية المتمثلة في المجلس الانتقالي وأدرعها سواء السياسية أو العسكرية. بالتالي كانت تحاول ترحيل الإشكاليات، كانت تحاول معالجة الاختلال وعدم التنفيذ بعد الوعود التي قطعتها سواء الإمارات أو ما يسمى بالمجلس الانتقالي. نحن نعرف جميعا أن المجلس الانتقالي يقاد أو يحرك بالريموت كنترول، وضابط فقط ضابط إماراتي هو الذي يصدر التوجيهات لعيدرس الزبيدي وكذلك للإرهابي هاني بن قريك وباقي القيادة العسكرية. بالتالي وجدت المملكة العربية السعودية نفسها أمام مفترق طرق، إما أن يتم الضغط على هذه الميليشيات أو فإن سمعتها وكذلك اتفاق الرياض سيكون في مهب الريح. حتى هذه اللحظة 4 أشهر لم يتم تنفيذ أي نقطة من اتفاق الرياض، حتى رئيس الوزراء تم التضييق عليه في عدن وعاد من عدن إلى المملكة العربية السعودية بسبب الضغوطات وبسبب عدم التعاطي الإيجابية سواء في ما يتعلق بصرف الرواتب أو فيما يتعلق بالشق الأمني وهو لب الاتفاق وهو الأهم ما جاء في الاتفاق، وهو أن يتم دمج الميليشيات ودمجها في إطار وزارتي الدفاع والداخلية. وهذا لن يحدث ولن يحدث، لأن الميليشيات والمجلس الانتقالي في حال انتهت سطوتهم العسكرية وانتهت الميليشيات وتم دمجها فلن يكون له أي قوة على أرض الواقع. قوة المجلس الانتقالي تتمثل بأنه يمتلك السلاح الإماراتي الثقيل التي تركته وراءها الإمارات، وأيضا يتمثل بهذه التشكيلات المسلحة التي وصلت إلى أكثر من 90,000 فرد يتوزعون في مناطق كثيرة في الجنوب. بالتالي لا يوجد هناك نية حقيقية لا لدى الإمارات ولا لدى الأدوات التابعة لهم والمتمثلة في المجلس الانتقالي للتنفيذ ولإنقاذ المناطق الجنوبية مما قاموا به في انقلابهم المشؤوم.
نعم، إذا لماذا لم تعلن الحكومة حتى الآن موقفا واضحا من عرقلة الانتقالي، من عدم جديته والتزام تنفيذ اتفاق الرياض برأيك؟ أعلنت الحكومة أكثر من مرة على لسان الناطق الرسمي للحكومة وعبر بيانات رسمية تم نشرها في وكالة الأنباء اليمنية تبع أن المجلس الانتقالي يصعد في أحداث شبوة الأخيرة، وكذلك يصعد في أكثر من منطقة، وتم الإعلان بشكل صريح وواضح أن من يعرقل اتفاق تنفيذ اتفاق الرياض هي الميليشيات الانتقالي والمجلس الانتقالي، وهذا نعم. لكن هل البيانات كافية أو الإعلان بأن هذا الطرف معرقل؟ يعني لا يوجد موقف حقيقي، دائما الحكومة في كل حالاتها سواء مع ميليشيا الانتقالي أو مع ميليشيا الحوثي تلتزم خط الدفاع، يعني لا تبدأ هي باتخاذ أي مواقف. الحكومة تحاول أن تظهر النوايا الحقيقية أمام الشركاء في التحالف العربي، أن الحكومة اليمنية أنها بذلت كل ما تمتلك من تهدئة إعلامية ومن تهيئة للظروف ومن عودة رئيس الحكومة وغيرها من النقاط التي التزمت بها الحكومة، بالتالي هي لا تريد أن تكون هي المتسبب بإفشال اتفاق الرياض وكذلك باتفاق ستوكهولم مع الميليشيات الحوثية. أما بالنسبة للحكومة، الحكومة لا تريد أن تصعد بشكل يجعلها هي التي تعلن فشل اتفاق الرياض وتكون في مواجهة مباشرة مع التحالف العربي أنها هي المتسبب في عدم تنفيذ اتفاق الرياض، لكن أنا أؤكد أن الحكومة يعني بذلت كل ما تستطيع من أجل تنفيذ اتفاق الرياض وبذلت كل ما تمتلك من إمكانيات لتسهيل عمل اللجان سواء العسكرية التي نزلت إلى المعسكرات من أجل تجميع الأسلحة الثقيلة ولم ترى إلا مجموعة من الخردة والأسلحة الخفيفة التي تركتها الميليشيات الانتقالية وقامت بتهريب الأسلحة إلى الأودية وإلى محافظات الضالع ولحج وبعض المناطق القريبة من مدينة عدن، بالتالي النتيجة أو المحصلة النهائية التي وصلنا إليها هي أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وصل إلى نتيجة مفادها أن الانتقالي هو الذي يعرقل، أن الانتقالي هو الذي يرفض التنفيذ، وهو ما جعل من القيادة التحالف العربي يمنعون قيادة الانتقالي وبطريقة مهينة من العودة إلى مدينة عدن لأنهم أصبحوا معرقلين واضحين، والإعلام الانتقالي هو دليل واضح على أن الانتقالي لا يريد التنفيذ ولا يريد أيضا الشروع في تنفيذ الاتفاق الرياض، وأيضا التحدي الواضح والصارخ من قبل الناطق الرسمي للانتقالي بأن خرج بالبزة العسكرية وكأنه يعلن بيان حرب ضد المملكة العربية السعودية. ما هي الخيارات التي تحدثوا عنها برأيك؟ هل يعني تحدث بأنه كأنه يعلن حرب، هل يمكن أن يتجرأوا على مثل هذه الخطوة؟ عفوا لم أسمع سؤالك. أنت قلت بأن ظهور الناطق للانتقالي ظهر وكأنه متحديا ويعلن الحرب، وهم أيضا تحدثوا عن أنهم سيستخدموا كافة الخيارات، هل تعتقد بأنهم سيجرؤون على اتخاذ خطوة جدية أو خطوة مثل الحرب مثلا كما يهددون؟ لا يمتلكون، الانتقالي هو عبارة عن فقاعة إعلامية، نحن نعرف والجميع يعرف حقيقة المجلس الانتقالي أنه عبارة عن فقاعة وهو يريد فقط أن يمتص غضب الأتباع التابعين لهم بأن تم منع قياداتهم من العودة إلى مدينة عدن بطريقة مهينة وبطريقة هم يرونها أنها لا يقبلونها، ولكن ليس بيدهم أي شيء، لا يستطيعون مواجهة التحالف العربي ولا يستطيعون مواجهة المملكة العربية السعودية لأنهم يعملون بالريموت كنترول، حينما تأمرهم الإمارات بأن يصعدوا سوف يصعدون، وحينما تأمرهم الإمارات بأن يتوقفوا سيتوقفوا. نحن رأينا بعد انقلابهم أنهم قالوا لا يمكن أن تعود الحكومة ولا يمكن أن تعود الشرعية، ومع ذلك عادت الحكومة وعادت الشرعية إلى مدينة عدن وقبلوا الإعلان عن عودة الحكومة، بالتالي لا أعتقد أنهم يمتلكون أي أدوات لمواجهة التحالف العربي أو للدخول بحرب حتى مع الشرعية. رأينا الجيش الوطني حينما دخل إلى مدينة عدن كانت هناك كتيبتين فقط التي دخلت إلى مدينة عدن، وتلاشت هذه الميليشيات التي صرف عليها محمد بن زايد المليارات ومئات الملايين الدولارات، وتلاشت كل هذه الميليشيات وتلاشت كل هذه الأعداد بكتيبتين من الجيش الوطني، بالتالي هم عبارة عن قطاع إعلامية يحاولون فقط أن يمتصوا الصدمة التي تعرضوا لها والإهانة التي تعرضوا لها من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ مختار الرحبي مستشار وزارة
الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من مسقط. عودة إليك. من خلال حديث الأستاذ مختار، ربما تحدث عن نقطة وهي بأن الانتقالي يماطل في تنفيذ هذا الاتفاق، ربما لأنه شعر بأنه تورط بالتوقيع على هذا الاتفاق. وأيضا هناك من يقول بأنه يشتري الوقت ليعزز نفوذه العسكري والأمني في عدن وأبين وغيرها. نعم. ماذا ترى؟ هو بالضبط، يعني المجلس الانتقالي وقع على أمر وهو الآن يخدع جمهوره أنه قصد به شيئا آخر، بينما التوقيع على اتفاق الرياض أصبح وثيقة معتمدة يعني عند الأمم المتحدة، وجزء من الوثائق اليمنية التي أصبحت مرجعية في إدارة المشهد السياسي. فعليه الآن أن يعيد التعبير عن توقيعه هذه، ويعمل على تنفيذ هذا الاتفاق من أجل أن تعود يعود الاستقرار لليمن. والسعودية في بيان خارجيتها تحدثت بوضوح أنه الآن الذي يرغبه الشعب اليمني هو التنمية والاستقرار، وهناك مشاريع كما قالت السعودية. المفترض أن يتم دعم وتيرة تحرك هذه العجلة، عجلة التنمية، وترك يعني العنتريات. أي مشكلة سواء كانت في الجنوب أو في الشمال المفترض أن تحل عبر قاعات الحوار، عن طريق التفاوض السياسي الرصين المسؤول. أما قضية أنه يعني أنا أكسب وقت وأنا يعني أوجه تصريحات متصاعدة وأيضا هي قفز على الهواء، يعني لا يوجد ما يسندها، يعني أنت أمام شبوة سقط وهي مدينة جنوبية، ماذا سوف تعمل مع مناطق أخرى؟ أمر آخر، أنت أيضا كتيبة من كتاب الجيش الوطني استطعت الوصول إلى مشارف عدن لولا الطيران الإماراتي الذي أوقف دخولها وتحريرها لعدن، فأنت لا تملك القوة التي تجعلك أن تواجه الجميع. الشعب الجنوبي يعيش يعني منذ سنوات معركة من أجل أن يعترف الناس به أنه هناك مظلومية تعرض لها. بهذه الممارسات من قبل مجلس عيدروس يعني ترتفع هذه المظلومية، ويصبح الطرف الجنوبي وكأنه هو الظالم، كأنه هو الذي يمنع الناس من الدخول إلى عدن، هو الذي يطرد العمال من عدن، هو الذي أطراف جنوبية أصيلة يعني يمنعون من الدخول إلى المدينة. حسن باعوم الذي هو كان يعني من أوائل الحراك الجنوبي أصبح يعترض على أداء المجلس الانتقالي. إذا ماذا بقي لك؟ ماذا بقي لك؟ حتى لدرجة أنه هاني بن بريك أصبح يرفع صور زايد آل نهيان ومحمد بن زايد أكثر ما يرفع علم الجنوب. يعني هل الإمارات سوف تبقى معك إلى الأبد؟ لماذا لا تحتفظ بالحاضنة الشعبية الجنوبية؟ حقق لها مكاسب، كهرباء، موانئ، مطارات، الشعب يعاني في المنافذ في كل مكان، وأنت يعني توجه خطابات من أجل أن تستلم أموالك التي تصلك من أبوظبي. يعني هذا عار وهذا عيب، وكيف سوف يسجل التاريخ هذه المرحلة أنه أطراف تعمل ليس لصالح الجنوب والجنوبيين وإنما لصالح أطراف خارجية. يعني أنا أستغرب من مثل هذه التصرفات، والمطلوب الآن من الشعب الجنوبي أيضا أن يقول كلمته، كما خرجت مظاهرات تم قمعها ضد المجلس الانتقالي، عليها أيضا على مواطنين أن يقوموا أيضا بمبادرات أخرى من أجل معالجة هذه الكارثة التي يصنعها الانتقالي. ورأينا جمعيات حقوقية أنشئت مثلا لملاحقة التجاوزات ضد المعتقلين من الأبناء الجنوب الذين تعتقلهم ميليشيا الإمارات في معتقلات سرية. هناك حراك جنوبي رافض لهذه التصرفات من الانتقالي الذي دائما هي ضد مصلحة الجنوب وإنما من أجل مصلحة أبوظبي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الإعلامي صلاح بابقي، كنت معنا في هذه الحلقة. شكرا. من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.